لا يا ابني من عدم ده مش ليك يا خفيقي. الشاي يا سعد بقى. بس انا ما طلبتش الشاي. واحنا لا مؤاخذه عندنا نظر، ده طول النهار شقيان وتعبان، وشاي نحمده تشربه وتحمده. اتفضل. كتر خيرك. ادخل. مساء الفل يا سعد الباشا. الحمد لله على السلامه يا سيد. انت فين بقالك 3 ايام ما بتسلمش نفسك للمراقبه؟ انا كنت مديك اجازه يوم واحد بس. غصب عني يا سعاده الباشا، اصل في عربيه ضربتني ليله اول امبارح وانا جاي القسم، واولاد الحلال نقلوني مستشفى الحسين قعدت فيها يومين، بس الحمد لله ما طلعش كسر ولا حاجه يا باشا. لكن خدت يا باشا 5 غرز في رجلي يا باشا، ومعايا شهاده يا باشا من المستشفى بتقول ان انا دخلتها ليله اول امبارح وطلعت النهارده الصبح. لا حول الله، الحمد لله على سلامتك يا سيد. الله يسلمك يا سعادة الباشا ويخليك لنا. أي خدمة تانية يا باشا؟ دي واحدة يا سيد. الساعة دي شفتها قبل كده؟ ها؟ أنا؟ لا لا يا باشا، أشوفها فين دي؟ ده باين عليها ساعة غالية أوي. وحياة شرفك. بقول لك إيه؟ ما تحلفش بشرفي. وبعدين يا سيد ده ايه الهدوم الجديدة والشياكة اللي انت فيها دي؟ ها؟ وايه اللي في ايدك ده؟ كباب مش كده؟ اصل ريحته طالعة. ايوه يا سعادة الباشا كباب. اتفضل بهنا وشيف. باين عليك لقيت ليا. اللي نعرفه عنك انك مش لاقي تمن السيجارة. لا يا سعادة الباشا، ما انا ليا اصحابي وحبايبي جم زوروني ليلة امبارح في المستشفى، ولما شافوني بتعور وحالتي تصعب على الكافر ادوني اللي في النصيب. ليلة امبارح يا سيد؟ حاجة غريبة. مع ان اللي اعرفه ان انت ليلة امبارح ما كنتش في اي مستشفى، وكنت في الجرزه اللي جنبنا، جرزه كتكوت. حتى بالاماره قعدت فيها لغايه الساعه 5 الصبح تضرب في بانجو حشيش، وبعدين وانت قايم حاسبت الكل اللي موجودين، وقعدت كمان تحكي لهم على الراجل اللي انت قطرته صاحب الساعه الالماظ وضربته وخدت منه اللي خده من السايل. ده انت كمان ايه؟ خدت نصيبك من السايل؟ صح ولا انا غلطان يا سيد؟ معنى الكلام ده بقى إن الشهادة دي مضروبة، ولو فتشنا بيتك هنلاقي الختم اللي أنت ضارب بيه الشهادة، يعني قضية تزوير رسمي. شوف بقى القضية دي أنت تاخد فيها كام سنة. لا 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 يا سعادة الباشا اعمل معروف، أنا لسه ما خلصتش المراقبة. خلاص يا سيد، هو سؤال واحد هسأله لك وتجاوبني عليه بصراحة عشان حتى أخفف عنك القضية دي. الراجل اللي أنت قطرته ده يا سيد هو فين دلوقتي؟ معرفش يا سعادة الباشا معرفش. هو كان بيلف طول النهار زي النحلة على رجليه لما ورب رجلي وهو متعبش، بس كان مرة بات في جنينة في المهندسين ومرة بات في جنينة الأندلس. آه ماشي، مفيش حاجة تانية عايز تقولها يا سيد؟ لا يا باشا أنا قلت كل اللي عندي. عبد الواحد. يا فندم. خد سيد حطه في الحجز. أمرك فندم. والقضية يا سعادة الباشا هتعمل لي قضية؟ الله جرالك يا سيد، أنت مش وعدتني إنك هترجع من الأجازة بقضية؟ ما القضية في ايدي اهي، قضية تزوير رسم. يا سيد هتستخسرها في ايه ولا ايه؟ اخيرا اللغز اتحل. تفتكر كده؟ ما هو ثبت براءة صاحب الساعة خلاص، ومن المؤكد انه كان فاقد الذاكرة فعلا وما كانش بيمثل ولا حاجة. اللغز زاد تعقيد، خصوصا بعد وقوع الحلباوي. انا ابتديت افكر في الموضوع بشكل تاني خالص. ازاي؟ انا في ايدي خيط صغير هيوصلني للعصفور اللي طار من القفص، ساعتها هقدر احل اللغز. Thank you.
اعمل لي واحد شاي. حاضر حاضر. ايه ده انت مية مية عرفت تنزل الطلبات للزباين؟ على قد ما اقدر يعني، استحرمت اقول لهم لا. الحمد لله اني ما حدش منهم طلب مني اعمل له قهوة. انا كل يوم هفتح القهوة بدري شوية واشوف طلبات الزباين. الحاج ما بيفتحش الوكالة للساعة 10 الصبح. صح، الرزق يحب الخفية. ايه رأيك بقى تشتغل الساعتين دول وادي لك؟ لا لا ما تفهمنيش غلط، انا مش عايز حاجة، انا بس ارد لك جزء من جمالك. جمال ايه؟ ده باين عليك ابن حلال واصيل. كتر خيري. اوعى تكون لسه زعلان مني من ليلة امبارح. لا لا مش زعلان ولا حاجة. احنا ولا مؤاخذة بنفطر الصبح فول. مسافه السكه اجيب لك السندوتشات. سندوتشات احنا عايزين نغمس طبق فول كبير كده بالزيت وملح وفلفل وبصل ولبون وكتر الدقه. اوعى تنسى العيش عشان يبقى عيش وملح. حالا. اسبوع اهو كل ليله تروح عند جنينه المهندسين وجنينه الاندلس وتسهر لحد الفجر وصاحبنا ملوش اثر، يظهر انه غير المكان اللي بينام فيه. او ان الذاكره رجعت له مره تانية ورجع لاهله ولبيته، مش كده؟ مظبوط، حالات كتير من فقدان الذاكره ممكن ترجع فيها بسرعه، واحتمال يكون هو ده اللي حصل. ممكن، بس في الحالة دي بقى المفروض ان صاحبنا يجي يبلغ عن الناس اللي اعتادوا عليه وتسببوا في فقدانه للذاكرة. مش ده لو كانت الحكاية وراها فعلا جريمة؟ دي كلها احتمالات مفيش عليها دليل مؤكد. نعم، واحنا من امتى بقى بنحتاج لأدلة عشان نبدأ البحث في اي قضية؟ ايه ده شكلك مرهق قوي، تعبان؟ ما انت ما بتريحش نفسك، شغال زي النحلة. منك لله يا قدري، مستعبدك ولا ايه؟ بقول لك ايه، انا هقفل بدري واروح انا وانت مشوار. مشوار ايه؟ ساكن في حي الديدة وحبيبي ساكن في الحي. خايف حد من اهل الحارة يشوفنا سوا وانت ست وحدانية مالكيش الا سمعتك؟ خايف عليا؟ ربنا يعلم انت غالية قوي عندي قد ايه. صحيح؟ يعني انت زي اختي. اختك؟ قصدي يعني انك غاليه عندي قوي. اي خدمه ثانيه؟ تشكر يا ذوق. اتنين ويسكي بقى مظبوطين. حاضر يا معلم. تعيش. ايه ويسكي؟ ميه سلطه حرقيني انما هيعجبوه. يلا بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بقول يعني ليه ما جبتيش حد يقف معاكي في القهوه يساعدك ويشيل عنك؟ ياه يا ما جبت 10 سنين ذوق. شكرا. ذوق بقى ذوق وقول ايه رايك. خد لقمة خليها اكبر. خد الحته دي مني. يلا تسلم ايدك. تعيش. ليه ما جبتيش حد يقف معاك في الاخر؟ جبت كتير، كلهم طمعانين فيا، بيقولوا ست وحدانيه وملهاش راجل، حاجه من الاتنين، لا يرسموا عليا عشان يتجوزوني يا اما يسرقوني اول ما اديهم ظهري. افتح لي يا بنت المنهدة اللي انت فيه، ما انت قاعده في البيت لا شغله ولا مشغل ولا عندك عيل الخير، انزلي القهوه تسلي. الناس فاكره يا ما هنا يا ما هناك، بيقولوا على قلبها فلوس قد كده، والله رزق يوم بيوم وده انبات. عارف عارف يا سي عبد الله، انا لو ما نزلتش القهوه اسبوع امد ايدي للناس. ربنا ما يحوجك لحد ابدا يا رب. ومعلش انا هدفع ثمن العشره دي. لا لا الحكايه مش للدرجه دي، انا مش فقيره، وبعدين انا اللي عزماك، ده كلام رجاله. وانت ياما عزمتني كل يوم فول فول لما بقيت شبه القدره. بقول لك ايه يا عبد الله؟ ايوه. من غير زعل بقى ولا قمصه، انا عارفاك دمك حامي وراجل بصحيح. خير خير يا ست نحمده. ايه ست نحمده دي؟ يعني القعده دي كلها وتعمل فرق؟ قول نحمده وانا اقول يا عبد الله عشان اقول اللي انا عايز اقول. خير يا نحمد. يعني لما تنزل بكرة كده حمام التلات، يعني خد لك حمام سخن كده يخليك كده تعرف تشتغل وتنعنش. أنا كنت أسألك على عنوان حاجة زي دي، كتر خيرك. عايز تعرف يعني عنوان حمام التلات؟ يا ريت. إحنا النهاردة إيه في أيام ربنا؟ الحد. فاضل لك يومين وتوصل. أو كده
وانا ان شاء الله بكره هنزل اشتري لك هدمتين نضاف ويجوا على قدك. لا يعني اعتبر فلوسهم سلف. قلت لا، انا هدومي هغسلها بايدي وانام جنبيها لحد ما تنشف، لحد ما ربنا ياذن واجيب هدوم جديده. كنت عارفه انك هتقول كده وهتكسفني. على العموم محلوله، هديك جلابيه من بتاعه المرحوم تبات بيها في القهوه، وهدومك هاخدها اغسلها واكويها واخليها زي الفل. كتر خيرك، هذه الخدمه اللي بصحيح. انا ما بقتش طايق ريحه هدومي عليا. عبدال انت مين؟ ايه حكايتك؟ وايه اخويا اللي رمك على الغلب اللي انت فيه ده؟ قول لي سرك في بير. في ايه؟ انت عامل عامله؟ يعني قاتل قتيل عليك فلوس لحد؟ اشتريت تلفزيون بالتقسيط وما قدرتش تدفع ثمنه؟ قول لي. هربان من الحكومه؟ عليك طار؟ ايوه عليا طار وهربان من الحكومه، بس اوعي تجيب سيره لحد. هربان وعليك طار، حسرة قلبي عليك. هو انت طول عمرك حاسك كده يا نحمد؟ لكن وماله، ما هو متداري ومحدش دريان بيه. ياريت هو كمان يبقى دريان بيا وحاسس بيا زي ما انا حاسه بيه. يلا يا شهيرة حبيبتي عشان نتعشى. لا يا ماما معلش، انا مليش نفسك عشان انتي ورانا. ليه يا بنتي بس؟ ده انتي ما كلتيش من الصبح. طب لقمة صغيرة عشان خاطر بنتي بتاكل معاك؟ يا ماما معلش اتعشى انتي ورانا. مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي مضايقك؟ ده انتي بقالك يومين ما رحتيش الشغل وحتى ما خرجتيش من البيت. يعني حرام يا ماما اكون متضايقة وعايزة ارتاح شوية؟ لا يا حبيبتي مش حرام، بس دي مش عوايدك يا بنتي. حتى اصحابك وزمايلك لما اتصلوا بيكي من الجنان عشان يسالوا عليكي ما رضيتيش تردي عليهم، وقلتي لي اقول لهم ان انت نايمه. انا متاسفه يا ماما ان انا خليتك تكدبي، لكن معلش بقى هي كدبه بيضاء. مفيش كدبه بيضاء وكدبه سودا، حضرتك قلتي لي كده وقلتي لي كمان ان بيكذب يخش النار. يا حبيبتي بنتي انت معاكي حق، مفيش كدبه بيضاء ولا كدبه سودا. تصبحوا على خير. هي مال ماما يا تيتا؟ والله ما انا عارفه يا حبيبتي. خلاص يا مدحت، مش عاوز تشوفني تاني؟ وكلت الحك. مكانك يا ابن الحرامية. انت مين؟ وطلعت لي منين؟ نزل التواب اللي في ايدك دي على الارض. ونزل التواب اللي في العربيه. نزلها والا اخبطك خبط اجيب عجلك. بقول لك ايه؟ كسبنا شيل الشيله دي وليك نصها. اما انت حرامي غريب،
كم بتساومني؟ نزل. انت ايه يا اخي؟ ما عندكش بيت؟ ما عندكش عيال عايزين ياكلوا؟ حتى لو عندي عيال عايزين ياكلوا مش هاكلهم مال حرام. نزل يلا. بقول لك يلا شاحن. بس بس بلاش سياحه تلم الناس علينا. عبدالله كانوا بيسرقوا الوكالة بتاعت الحاج. كتفوها رجال عن قبل البوليس. بوليس؟ ولسه هنستنى البوليس؟ ما ناخدوا الاسم معانا. لا لا انا مسامحه، انا مسامحه، يعني ما فيش داعي للاسم والبوليس. مش جايز عنده ولاد، لو اتحبس مين اللي هيصرف عليهم؟ ساعتها يطلعوا حراميه زيه. يلا اتكي على الله. بس قبل ما تمشي لازم تحلف على المصحف انك مش هترجع للحرام تاني وانك هتتوب. وكتاب الله وحياة المصحف ما هرجع للحرام تاني. انت مجنون يا جدع انت؟ انت ازاي تسيبه؟ قال الحرام يحلف؟ قال لك جان الفرج. برافو عليك يا هادي عبد الله، طلعت واد مجدع بصحيح. لولاك كان المخزن اتنهب واتسرق ليله امبارح. انا ما عملتش غير الواجب يا حاج. بس انت سبت الحرام ليه يا عبد الله؟ مش كان واجب برضه تاخد الاسم تعمل له محضر سرقه او تستنى لغايه ما الحاج يعرف؟ معلش انا قلت يعني يمكن دي اول مره يعملها واللي حصل له ده يخليه يتوب. يعني يتوب؟ وفي حرام بيتوب يا جدعان؟ الحمد لله الحمد لله على اللي حصل لغايه كده. انا من الليله دي هعين غفير يحرس المخزن طول الليل. احسن برضه يا حاج. استاذن انا اروح اشوف شغلي. استنى استنى يا عبد الله. خد يا عبد الله دي حلاوه اللي انت عملته امبارح. لا ملوش لزوم يا حاج. عيب يا عبد الله، ما تكسفنيش، عيب. خد كتر خيرك. يا سلام، عبد الله ده طلع مجدع صحيح. لولاه كان زمان اتنهبت واتسرقت واتخرب بيتي. ما تحسبها كويس يا عم الحاج. قصدك ايه يا ادري؟ قصدي يا حاج ان الحكايه واضحه وباينه زي الشمس. هو معقول عبد الله يسيب الحرامي الا اذا كان شريكه؟ شريكه طبعا يا عم الحاج، وكانوا طبخينها سوا ورسمين مع بعض سرقه المخزن. ولما هم طبخينها سوا ورسمين مع بعض مسك فيه ليه وتعارك معاه ليه؟ اختلفوا مع بعض على اسمة المسروقات. ايوه يا حاج، مسكوا ببعض ولما اهل الحاره حسوا بيهم وصحيوا وعبد الله لقى ملعوبه هينكشف راح مهرب شريكه عشان يفضل الطبق مستور. تفتكر كده يا ادري؟ هو طبعا كده يا عم الحاج، ومش بعيد يكون عبد الله جه اشتغل هنا عشان يسرق المخزن. يا اخي حرام عليك، اتق الله، ان بعد الظن اسم. عبد الله باين عليه راجل ابن حلال وطيب، وكان هيروح فيها ليله امبارح. الحاره كلها مالها سيره غير اللي عملته مع الحراميه. طلعت ابو زيد الهلالي وانا ما اعرفش. لا ابو زيد ولا حاجه، يعني عايزاني اشوف مال بيتسرق واسكت؟ ده حتى ربنا ما يسامحنيش. ده برضو كان عشمي، ربنا يبارك لك يا رب. بس قول لي يعني انت سبت الحرام يفلت منك ليه؟ يعني ما رضيتش يعني انه تقول لي بقى زي الافلام مش كده؟ عيط لك عشان عياله ولا حلفته على المصحف ولا مش هسرق تاني غير بكره وبس؟ انا فاهمه كل حاجه، انت مش عايز تروح القسم عشان سن وجيب مش كده؟ ليه؟ انت هربان من طار، مال الحكومة ومالك؟ انت سارق سريعة ولا عامل عاملة؟ انا مش عايزك تخاف عشان خاطري يا عبد الله، ما تخافش. ايه ما بتاكلش ليه؟ لا الحمد لله شبعت. ايه مالك يا احمده، سرحت ليه؟ لا اصلا موضوع شغلني ولازم اشوف له حل. يلا يا شيخ رجوان الغدا عشان تلحق ترفع اذان العصر. ايوه اهلا وسهلا،
ازيك يا ست نحمده؟ حماتك بتحبك. حماتي وهي فين دي يا اختي؟ والله بقالنا زمان ما شفناكيش. ازيك يا ست عطيه؟ الله يسلمك. صحتك مولانا هنا؟ ايوه يا بنتي موجود. اهلا وسهلا. اهلا يا نحمده. اهلا كويس. اتفضلي معانا لقمه بقى كده. خيرك سابق سبقتكم والله يا راجل يا زوق يا بركه. خير يا بنتي؟ يعني موضوع كده ما حدش يمشي فيه ويحله غيرك. موضوع ايه يا بنتي ده اللي ما يستناش ومخليك سايبه القهوه مفتوحه وجايه دلوقتي؟ عبد الله تعبان من شغله العداله وشكله كده مش وش سالك. انا قلت يعني يا سيدنا يا ريت نشوف له فشك كده على اول الحاره يبيع فيه شويه خردوات على حاجه ساقعه وكل تكاليفه وكل تكاليفه على حسابي. ويسدد على مهله. يعني اصلها لما تيجي منك احسن بدل يعني انا محرجه. قلت ايه يا سيد؟ يا ريت يا سيدنا الشيخ، بس مش دلوقتي. لما ربنا يقدرني واقدر احوش ثمنه من على جبيني ابقى اعمله وارتاح، لكن دلوقتي لا. يا ابني ما انت هتبقى تسدد لنحمده الفلوس اللي هتاخدها منها. معلش يا سيدنا الشيخ، لا. انا مش عارف اقول لك يا ابني. لكن انت ناوي تعمل ايه مع نحمده؟ تقصد ايه يا سيدنا؟ ما تتجوزها يا ابني. اتجوزها؟ هي طلبت منك تقول لي كده؟ لا لا لا، هي ما طلبتش، بس انا ليا عينين وشايف. هي وحدانية وانت كمان وحداني، وبعدين هي مرتاحة لك وانت بتهزها، وبعدين فهمتوا طباع بعض وفهمتوا بعض كويس. طيب ما نلم الشامي عن مغربي وتتجوزها بدل كلام الناس. كلام الناس؟ الا عينينا عليكوا يا ابني. هي وحدانية وانت ما تاخذنيش يا ابني يا راجل غريب. ما سألتش نفسك يعني ان نومك عندها في القهوة بالليل وقعدتكم مع بعض من صباحية ربنا لغاية بعد الشغل واكلكم مع بعض وشربكم مع بعض مش هيخلي الناس تتكلم عليكم؟ احنا مفيش حاجة بينا وبين بعض، احلف لك بالله. انا عارف يا ابني ان مفيش اي حاجة، يمكن ده دلوقتي، انما بعدين يعني. تقصد ايه يا سيدنا؟ يعني خايف ان يحصل غلط بينكم يعني. لا 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 يا سيدنا لا. ما اجتمع رجل وامراه الا وكان الشيطان الثالث هما، اتكل على الله يعني متجوزها. انت اللي بتقول لي كده وانت اللي عارف حكايتي يا سيدنا. ايه حكايتك يعني؟ انت راجل وهي ست ومفيش مانع شرعي يمنعكم الجواز. ثم انت مين واسمك ايه؟ فده الشيء مش مهم ما دام هتتجوزها على سنه الله ورسوله. ثم الشرع حلل لك أربعة، ولو طلع لك في يوم من الأيام زوجة تانية فدي مش مشكلة. لكن جايز تكون ناس اسمك ومعكش بطاقة، دي حكاية سهلة، نطلع لك بطاقة وتتجوزه بدل البهدلة اللي انت فيها دي. ما اقدرش يا سيدنا، ما اقدرش. ليه يا ابني؟ ما اقدرش اتجوز قبل ما اعرف انا مين وايه حكايتي وايه اللي جرالي وليه. قبل كده ما اقدرش اتجوز. طيب يبقى في حاجة لازم تبلغها بيها وما تستناش. عارف يا مولانا، قبل ما تقولها لي، بس يا ريت انت تبلغ نحمده اني من الليلة اشوف لي حتة تانية انام فيها. لا بلغها انت، انا كان نفسي ابلغها بكلام تاني. اتأخرت كده عند الشيخ رضوان، وايه الموضوع المهم اللي عاوزك فيه؟ ايه مالك؟ في ايه؟ انا نحمد، انا عايز اتكلم معاكي في حاجه مهمه قوي. حاجه مهمه زي ايه؟ ما تتكلم. ولا اقول لك لا، استنى 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 لما نقفل بالليل ونقعد انا وانت نتكلم براحتنا في الركن البعيد الهادي. لا انا عايز اتكلم معاك دلوقتي، تعال نخش القهوه. ومالك؟ تعال اتفضل. انت بتقول ايه؟ اتفقت مع واحد شغال في وكالة تانية بره الحارة اني اشاركه في اوضته اللي بينام فيها هو واتنين كمان، فالاجرة المطلوبة معقولة يعني ومقدور عليها. هو احنا ولا مؤاخذة يعني زعلناك في حاجة؟ انتي؟ لا الحمد لله. حد من اهل الحارة ضايقك بكلمة كده ولا كده ولا لسن عليك؟ قول لي وانا اقطع لك لسان واحد واحد. اصل الحكاية مش كده. امال الحكاية ايه؟ فهمني. يعني مش معقول كنت هفضل انام في القهوة على طول يعني. المشكلة اتحلت.
انا مش هنسالك الجميل ده ابدا يا نحمده. نعم يا اخويا، جميل ايه؟ يعني كل واحد فينا يشوف مصلحته. مصلحته؟ مصلحته يا نتل يا جبان يا فلاح! اظهر ومان! اظهر ومان على حياتك! بتتمسكن لحد ما تتمكن، ولما لقيت لك بيادة تانية بتبعني! بتبعني مين؟ نحمده يا جبان يا فلاح! عكسها ولا طلب منها حاجه بطاله. انا ياما حذرتها ما سمعتش كلامي. وبعدين يا حاج، ما انا قلت لك على ملعوب سرقه المخزن ما صدقتنيش، اهو جالك كلامي اهو. عملت ايه يا عبد الله؟ انت اتكلم. انا ما عملتش حاجه يا حاج. يبقى كلام صح. اسمع يا عبد الله، انت تاخد حسابك وما شوفش وشك في الحاره. لا يا حاج بعد اذن حضرتك، احنا كده يبقى لينا عنده. بعدين لو سابنا في نص الاسبوع هنعمل ايه؟ خليه مرزوح في الوكاله لحد ما نشوف حد غيره، وبعدين ما يوريناش وشه تاني. خلاص يا قادر اللي تشوفه، بس يبقى على ضمانتك. انت عملت لها ايه؟ مش شغلك. طب انجر قدامي في الوكاله حمل الطلبيه اللي مطلوبه من الصبح، لما كنت سعادتك بتتفسح اخويا. الصبح هتوصلك $3 مليون ان شاء الله، وقبل نهايه الاسبوع بقيه المبلغ هيكون عندك. لا لا لا، ما حضرتك عارف موت مختار المفاجئ ده عمل لنا لخبطه كبيره، بس نعمل ايه بقى؟ زي ما بيقولوا سلافي ده شو ماست جو اون، مش لازم نوقف الشغل ابدا. عموما حضرتك تاكد لي من مواعيد الشحن، عايز البضاعه تبقى عندي في الميعاد لو سمحت. طب مع السلامه يا منصور بيه. صوره العقد النهائي وصلت لمصر من الشركه الانجليزيه بالفاكس حالا يا اسامه. طيب هبقى راجعها مع فخري، ولو ان خلاص مفيش ولا حاجه بقت مستعجله دلوقتي، كل الحاجات اتلخبطت. انت اللي بتقولي الكلام ده يا قاسم بيه؟ ان شاء الله تتغلب على المحنه دي. ايوه بس دي بقى محنه ولا كل المحن. اخر حاجه كنت ممكن اتوقع انها تحصل وهي حصلت، ومحدش عارف حصلت ازاي. تحب اعمل لحضرتك فنجان نسكافيه؟ لا 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 لا، انا تعبان قوي من الشغل طول النهار، وانتوا كمان ما خدتوش راحه من الصبح. تحت امر سيادتك. طيب روحي قولي فتحي السواق يجهز العربيه اللي نازله دلوقتي حالا. تحت امرك يا فندم. خير يا فندم. خير يا فندم.
يا ياسم بيه؟ في ايه؟ انت ما شفتش حد كان واقف هنا دلوقتي حالا؟ حد؟ لا. ازاي؟ انا واثق اني شفته. كان واقف تحت عمود النور ده، انا شفت ملامحه كويس قوي. هو مين يا فندم؟ مختار. مختار العزيزي. مختار العزيزي؟ مستحيل يا ياسم بيه. ده سيادتك اللي شلت صندوقه على كتفك في الجنازه، وانت اللي دفنته بايدك. إننا اليوم لا نقيم حفل تأبين لرئيس مجلس إدارة راحل، بل نقيم حفل تأبين لصديق عزيز ورجل عظيم سعدنا وكان من حسن الحظ أن عملنا جميعا تحت قيادته، رجل ولا كل الرجال أحبه وقدره كل من عملوا تحت قيادته، ونهلوا من علمه وخلقه وعبقريته الاقتصادية والإدارية التي مكنته خلال سنوات قليلة قضاها كرئيس لمجلس الإدارة لشركتنا القابضة، وقضيتها معه كنائب له. استطاع خلالها أن يقفز بها من الخسارة إلى الربح، ووضعها على أول طريق النجاح والتفوق. فهو رجل المهام الصعبة الذي لم يخذل من وضعوا ثقتهم فيه أبدا. وبلغة الأرقام نقول إن إجمالي إيرادات الشركة القابضة. يا جانو مش كده، امسكي نفسك، عينيكي هتروح من العياط. كلنا كنا عارفين إن مختار بيل عزيزي كان عزيز قوي عليكي، بس مش كده. وبعدين مين كان يصدق إنه يروح عنينا كده في غمضة عين؟ هذا هو الرجل الذي نقيم له حفل التأبين، وقد رحل عن دنيانا فجأة إثر حادث أليم. رحم الله مختار العزيزي وأسكنه فسيح جناته. والكلمة الآن للسيد وكيل أول الوزارة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الراحل العزيز فقط رئيسا للشركة القابضة للصناعات الكهربائية والإلكترونية، ورئيسا لمجلس إدارة إحدى أكبر الشركات التابعة لها، بل كان رجلا إداريا وصناعيا تقترب كفاءته من العبقرية، بل كان رجلا يعرف كيف يصنع النجاح ويضمنه ويدفع كل من حوله إلى النجاح. فعندما وقع عليه الاختيار لرئاسة شركة النسر للصناعات الكهربائية، توسعت أنشطة الشركة عدة مرات، وأضافت منتجات جديدة غزت كل الأسواق. ومن ثم كان طبيعيا أن يقع عليه الاختيار لرئاسة الشركة القابضة للصناعات الكهربائية والإلكترونية، إضافة لرئاسته لشركة النسر. رحم الله مختار العزيزي. ويسعدني في هذه المناسبة أن أقدم باسم الراحل الكريم جائزة تقدير من الوزارة لما بذله مختار العزيزي من جهود في خدمة الوطن والصناعات الوطنية. فليتفضل نجل الراحل الكريم باستلام الجائزة. خليك دايما على اتصال بيا وطمني عليك وعلى افراد الاسره الكريمه. بابي مفتوح لك في اي وقت. شكرا. شد حيلك يا باشمهندس، يعني انا مش مصدق ان مختار العزيزي مات الله يرحمه. مش عارف، ربنا يكون في عونكم. بقول يا باشمهندس، ما تنساش تاخد صورة المرحوم والدك من هنا قبل ما تمشي، لانها لو فضلت في الشركة عندنا هتتبهدل قوي. متشكر يا فندم. بالعفو. شكرا.
شد حيلك يا ابني، انا مش محتاج افكرك ان احنا اكتر من اهل، لان والدك الله يرحمه كان اكتر من اخ بالنسبه لنا. والدك الله يرحمه كان جمايله علينا ملهاش اول ولا اخ، ده عشره عمر. حازم عايزك تسلمني على ماما قوي واعتذر لها، قول لها ان الفتره اللي فاتت كنت مشغوله قوي قوي في مزرعه البنك، وان شاء الله اول ما هخلص الموضوع ده هاجي لها على طول. كان الله في العون يا رشيده. المهم طمني، مفيش جديد في التحقيقات؟ مفيش اي معلومات جديده للاسف، كل الخيوط انقطعت عشان تفضل وفاه والدي لغز محدش قادر يحله. والتقرير الطبيب الشرعي اخباره ايه؟ التقرير المبدئي انتوا عارفينه، انما التقرير النهائي احتمال يصدر النهارده. مش قادر اصدق اللي حصل ابدا، اول مره نجتمع من غير مختار، وللاسف اجتمعنا كلنا المره دي عشان ننعي مختار العزيز. انا مش عارف من غيركم كنا عملنا ايه، وقوفكم جنبنا خفف علينا كتير قوي. لكن مفيش حاجه في الدنيا هتخفف علينا احنا خسارتنا للمرحوم. بعد اذنك. مع السلامه. ايه هتروحوا فين؟ قبل ما نروح اي حته، في حته لازم كلنا نروحها وحالا. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضيه زي ما اتفقنا ان شاء الله كل يوم تيجي تقرا هنا لحد الاربعين ان شاء الله. رحم الله اكيد رحمه واسعه. مش معقول كده يا اسف، شد حيلك يلا بينا يا رشيد. أنا آسفة يا رشاد بيه، مادام حكمك مرهقة شوية مش هتقدر ترد على التليفونات. حضرتك عارف اليومين اللي فاتوا كانوا صعب عليها قوي. الموبايل؟ لا هي قافلة على طول. خلاص حضرتك اطمن، أنا هبلغها إن حضرتك اتكلمت كنت بتطمن عليها. مع السلامة. روحي يا ست روحي. إيه في إيه؟ ست حكمة مالها؟ بخبط عليها عشان دي القهوة بتاعتها ما حدش بيرد عليها خالص. يا خبر، لا يكون اغمى عليها زي المره اللي فاتت، دي كانت هتروح مننا لولا لحقناها في اخر لحظه. هانم حضرتك كويسه؟ منار في اوضتها لسه؟ ايوه لسه. مش معقول اللي انت عاملاه في نفسك ده، ليل ونهار قاعده في اوضتك وقافله الباب، حتى المستشفى مفكرتيش تروحيها من يوم اللي حصل. تفتكري اللي بتعمليه ده منه فايدة ولا هيرجع اللي راح؟ يا حبيبتي
كفاك يا عياد، انت تبلتي وخسيتي النص، مش كفاية مصيبة واحدة؟ احنا كلنا مجروحين. منار حبيبتي ردي علي، انا مش بكلمك، مش كفاية اللي انا فيه ده؟ بدل ما تواسيني وتخففي علي، مش كان واجب روحتي مع اخوكي حازم حفلة التأبين اللي عاملينها لوالدك الله يرحمه؟ منار مش معقول كده، انا اعصابي ما بقتش تستحمل. الاستاذة هديل صاحبة الدكتورة منار موجودة تحت وعايزة تقابلها. جت في وقتها حبيبتي، انزلي اقعدي معاها في الجنينة شوية غيري جو. يلا حبيبتي. انا احترت معاها خلاص، مش عارفة اعمل ايه، وقلبي مش هيستحمل جرح جديد. اطلعي يا هديل كلميها، يمكن تقدري تهديها. حاضر يا طنط. حط السلام. الحمد لله على سلام. الله يسلمك. معلش الصورة أزازها اتكسر مني وأنا بنزلها من العربية. هو إيه في حياتنا ما انكسرش بعد اللي حصل؟ إيه؟ هما ما كانوش لاقيين مكان للصورة في الشركة؟ ولا ما صدقوا خلصوا منها ومن أي حاجة تفكرهم بيها؟